مال ايه دليل تفوق جوزيه جوميز على مارسيل كولر النهارده؟ دليل تفوق جوزيه جوميز، لا هو في لقطه مهمه قوي بالنسبه لي، لقطه فاصله تقول لك قد ايه الراجل مركز، قد ايه الراجل رجع فرقته تاني في المباراه، قد ايه جوميز كان عنده القدره في وسط كل الاجواء انه محضر اللعيبه نفسيا كويس قوي فعارف يرجعهم. نعرض اربع خمس صور وقت الحاله اللي كان عليها مشكله، وكابتن عبد الواحد السيد استدعى اللعيبه عشان يطلعوا بره، فصلهم تماما، كلم مع اللعيبه قال لهم مالكوش دعوه، مالكوش دعوه باللي بيحصل، مالكوش دعوه بضربه الجزاء، ضربه الجزاء اتسجلت ما اتسجلت. واحد زيزو وبعدين نصر، كلم مع زيزو، كلم مع ناصر، كلم مع سيف الجزيري، دي اللقطه اللي دخلت اللعيبه نفسيا تاني وقعدتهم ذهنيا. اوف اير واحنا بنتفرج على المباراه معظم الناس كانت بتقول انه الزمالك هيفك بعد ركله الجزاء بسبب حاله الاستدعاء وخروج اللعيبه بره للانسحاب او غيره. فجوميز وخبره جوميز وتحضير وجاهزيته وانه اين جوه المباراه بتقول لك انه الراجل قدر مش بس سيطرته في الثلاث مباريات كانت من فراغ، لكن انه كان جاهز نفسيا ومجهز لعبته نفسيا وفنيا وخبرته في اداره المباراه، وانه دخل لعبته تاني وما انجرفش ابدا للانفعالات رغم انه راجل عصبي بالمناسبه، ما انجرفش ابدا للانفعالات وعرف يرجع لعبته تاني. بالمناسبه بس لما ترجع لي تاني عشان في صوره لسه هبعتها لك، هو البرنامج رد على اللقطه في الصورتين اللي كان بيتكلم عليها محمود، هي اللقطه دي اتعملت ليه؟ بس عبال ما ابعت لهم الصور بقى يعني ما ترجع لي تاني، ابعت صوره عشان يعرفوا. ماشي. طب اجي لك الحته الفنيه برضو في تفوق جوزيه جوميز النهارده عموما. يعني كان الخروج بالكره الاهلي كان عامل نقطه، يعني دليل برضو تحضير جوزيه جوميز للحاجات الصغيره اللي بتمكن الزمالك من كسر ضغط الاهلي. الاهلي كان بيحضر دايما وسام، احنا متفقين جميعا ان وسام من افضل الفراوده اللي بتضغط على خط الدفاع.